نتساءل عن هذه التحركات مع سيد سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك معنا سيد سركيس. هذا الاتجاه الصاروخي إن صح التعبير بالنسبة لأسعار الذهب ل 1980 دولار، أولا إلى أي مدى عم بيعكس المخاطر اللي عم بيتعرض لها الاقتصاد العالمي، وهل عمليات جني الأرباح ممكن تستمر كما شهدنا سريعا بعد الوصول لهذا المستوى؟ بالفعل حصل طلب شرائي كبير على الذهب خلال الفترة الماضية وخلال الجلسة الآسيوية هذا اليوم، فالمخاطر الاقتصادية عالميا متواجدة بالفعل، والمحفزات لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب أو الارتفاع الذي حصل ما تزال مستمرة. فالبنوك المركزية حول العالم والتي منها الفيدرالي الأمريكي والذي ننتظر صدور قراره يوم غد الأربعاء، كلها تتوجه نحو سياسات تحفيزية كبيرة بل هائلة غير معتادة، وكذلك أسعار الفائدة المتدنية جدا والتي أيضا من المتوقع أن يحافظ عليها الفيدرالي ضمن نطاق ما دون الربع النقطة المئوية، كلها أسباب تحفز الطلب العالمي على الذهب، خصوصا مع التوترات السياسية التي نشبت مؤخرا ما بين الولايات المتحدة والصين. لكن خلال الجلسة الآسيوية هنالك ملاحظة مهمة جدا أود الإشارة إليها، وهي أن العقود الآجلة لتداولات الذهب لعقود تسليم شهر ديسمبر الماضي لامست الألفي دولار للأونصة الواحدة، ومن هنالك بدأت موجات جني الأرباح على العقود الآجلة، وتبعها أيضا التداول على العقود الآنية للذهب، مما تسبب في هذا الانخفاض الذي أعتبره انخفاض سريع نسبيا بعد ملامسة الأعلى تاريخيا عند 1980 دولار تقريبا. فالانخفاض الذي حصل هو عبارة عن موجة جني أرباح طبيعية لكنها حادة بعد ملامسة العقود الآجلة مستويات 2000 دولار للأونصة. وكذلك الأمر بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد شهد بعض الارتفاع هذا اليوم مما أيضا ساهم في تحفيز قوى البيعية على الذهب مما تسبب بهذا الانخفاض. بالنسبة للمستقبل لأسعار الذهب، فأود لفت النظر أيضا لصدور تقرير جديد من بنك يو بي إس أشار فيه إلى أن أسعار الذهب خلال عام 2021 ربما ستتراوح حول 1850 دولار، وخفض أيضا توقعاته بالنسبة لعام 2022 نحو مستوى 1750 دولار، رغم أن البنك يتوقع أيضا بأن نشهد مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب نحو 2000 دولار للأونصة خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر وديسمبر المقبلين. لكن الملاحظة هنا بأن تم تخفيض التوقعات المستقبلية لعامي 2021 و2020، وكل ذلك امتزج مع موجة جني الأرباح التي حصلت هذا اليوم للذهب لينخفض بقوة. فأعتقد أن موجة جني الأرباح ربما سوف تزيد التوتر والتذبذب في أسعار الذهب، رغم أن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية ما تزال قائمة بتحفيز من السياسات المالية والنقدية للبنوك المركزية إلى جانب التحفيزات من الحكومات حول العالم. نعم، الدولار يعني سركيس اليوم عم نشوف أيضا بعض الارتفاعات، وعلى الرغم من أنه ما زال في خطط تحفيزية عم بيقدمها الفيدرالي الأمريكي، وأيضا ترقب لاجتماعه، يعني هذه المرة إلى أي مدى أولا ممكن يستمر هذا الارتفاع للدولار، وما هو المتوقع بالاجتماع؟ يعني هل يمكن أيضا أن يتجاهل يمكن مستويات التضخم المرتقبة اللي دائما ما بيرقبها عن مستويات 2%؟ لا شك بأن تركيز الفيدرالي الأمريكي حاليا ينصب على التحفيز الاقتصادي بحد ذاته، فلا أستبعد أيضا أن يبدأ الفيدرالي بالإشارة إلى أنه سيتجاهل نوعا ما التوقعات المستقبلية للتضخم إن كان هنالك مخاطر لارتفاع التضخم بفعل السياسات التحفيزية الهائلة والغير معتادة. سنراقب صدور اجتماع الفيدرالي الأمريكي ونتائجه يوم غد، والتوقعات تشير إلى الحفاظ على أسعار الفائدة، لكن هذا الحفاظ على أسعار الفائدة لا يعني بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة، بل هي عند أدنى مستوياتها تاريخيا، وبالتالي سيحافظ الفيدرالي الأمريكي على خطط التحفيزية الكبيرة بالنسبة لأسعار الفائدة. كذلك لا أستبعد أيضا أن يشير الفيدرالي مرة أخرى لاستعداده لتقديم المزيد من التحفيزات الاقتصادية. فأود أن أشير إلى التشبيه بأن لدينا رجل في الركود الاقتصادي الذي حصل خلال الربع الثاني من هذه السنة، والرجل الأخرى حاليا
ثانيا في التعافي الاقتصادي، وما نريده حاليا هو أن نسرع من وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قد يجبر الفيدرالي على أن يستمر في خطة التحفيز. لكن ما أريد أن أراقب يوم غد في اجتماع الفيدرالي الأمريكي هو لهجة الفيدرالي من ناحية توقعاته الاقتصادية، فهذا ما قد يسبب التأثير الأكبر في الأسواق. أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فبالعادة قبل صدور البيانات الاقتصادية الهامة والتي أيضا منها قرارات الفيدرالي الأمريكي يحصل عمليات جني أرباح، وقد انخفض الدولار الأمريكي لسبع جلسات متتالية، والارتفاع الذي يشهده اليوم يعتبر طفيف مقارنة في موجات الانخفاض التي حصلت سابقا، فهي عبارة عن موجات جني أرباح حصلت في الأسواق على عمليات بيع على المكشوف على الدولار على شكل طلب للدولار لإغلاق تلك المراكز المالية، مما تسبب في بعض الارتفاع فيه. نعم، طيب يعني أعمال الشركات ونتائجها خلال اليوم، يمكن عم نراقب العديد من الشركات خلال هذه المرحلة، إلى أي مدى ممكن أنه نشوف بعض الضغوطات على الشركات ومنها ستاربكس، ماكدونالدز، وأيضا عم نترقب فيسبوك بهذه المرحلة أستاذ سركيس؟ نعم، نحن فعلا بانتظار اليوم العديد من الشركات الأمريكية، وبقية هذا الأسبوع أيضا نحن ننتظر أيضا نتائج من عمالقة التكنولوجيا، والتوقعات بالنسبة لشركة فيزا وستاربكس وماكدونالدز هذا اليوم رغم أنها متباينة نوعا ما، ونحن نتحدث عن خسائر كعائد على السهم، أي أن يخسر السهم كنتائج أعمال الربع الثاني من هذه السنة، وهذا شيء متوقع بالفعل في ظل الإغلاقات الاقتصادية الكبيرة التي حصلت مع بداية الربع الثاني من هذه السنة وعدم حصول التعافي خلال الربع الثاني، وبالتالي أتوقع أن تكون نتائج الشركات لو تمت مقارنتها في الربع الثاني من العام الماضي أسوأ، وهذا الاحتمال كبير جدا. لكن سيراقب المتداولون نتائج الشركات الحقيقية مقارنة في التوقعات، فعلى سبيل المثال سنراقب شركة فيزا مع توقعات أن يكون العائد على السهم دولار وثلاثة سنت، فإن كانت النتائج أفضل أو أقل فهذا ما سيتم مراقبته وليس مراقبة النتائج الفعلية بما كانت عليه الأرباح والعوائد على السهم في الربع الثاني من عام 2019، طبعا لأنه الظروف الاقتصادية اختلفت بفعل جائحة كورونا. لكن بنفس الوقت المؤثرات على أسواق الأسهم الأمريكية متعددة جدا، فحاليا هنالك مزيج ما بين مخاوف التوترات السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب توقعات المزيد من الخطط التحفيزية إن كان من الحكومة الأمريكية وكذلك من الفيدرالي الأمريكي، وهذا المزيج هو من سيحرك الأسواق المالية باعتقادي هذا اليوم، مع عدم استبعادي لبعض التصحيحات الهابطة والانخفاضات. نعم. مع تزايد القلق بفعل التوترات السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تفضيل العديد من المتداولين لجني الأرباح قبل صدور بيانات والأنباء الجديدة من الفيدرالي الأمريكي المنتظرة يوم غد الأربعاء. نشكرك سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.